وهنروح دلوقتي لاستوديو الاخبار مع زميل محمد حسان لاهم واخر الاخبار. صباح الخير يا محمد. صباح الخير فاتن، صباح الخير خالد، صباح الخير على متابعي صباحنا مصري. اذا هي 9 صباحا من التلفزيون المصري، اهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، وخلال اجتماع اخر بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وجه سيادته بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالك السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطن من خلال ترشيد استهلاك البنزين. كما وجه سيادته بتكثيف برامج التوعية بمختلف جوانب فوائد المشروع خاصة على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلا عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية. وفي تغريدة له على موقع تويتر، ثمن الرئيس السيسي هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في المنطقة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن المغرب وإسرائيل تعهدا بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة في اتفاق تم التوصل إليه بواسطة أمريكية. وفي إطار هذا الاتفاق أعلن ترامب موافقته على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المغربية. وخلال اتصال هاتفي مع ترامب، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده ستستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب وقت، واصفا قرار واشنطن بالاعتراف بالسيادة المغربية في الصحراء المغربية بالموقف التاريخي. كما أكد العاهل المغربي أن الاتفاق مع إسرائيل لا يمس دعم المملكة للقضية الفلسطينية. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين، إضافة لفتح بعثات دبلوماسية. أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح كورونا، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على توفير اللقاح للشعب المصري ولوضع أزمة فيروس كورونا على الأجندة الرئاسية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته زايد عقب استلام أولى شحنات لقاح كورونا. وأوضحت زايد أن لقاح كورونا سيجرى توزيعه في مصر بالمجان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولفتت زايد إلى أن الأولوية في توزيع اللقاح وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ستكون للأطقم الطبية العاملة بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وأشارت وزيرة الصحة أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب مع بعضها، خاصة شعوب مصر والصين والإمارات. كانت الدفعة الأولى لشحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة الصينية قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت وزيرة الصحة هالة زايد في استقبال الشحنة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر والقائم بأعمال السفير الإماراتي. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة. كما أعلنت الوزارة عن خروج 207 من المتعافين من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104,281 حالة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع النقل الكبير والخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط بين العالمين الجديدة والعين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة أهم مشروعات النقل التي تحرص مصر على تنفيذها، وأن هناك محددات للاتفاق مع أي شركة لتنفيذ المشروع من أهمها التكلفة والوقت. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع رئيس شركة سيمنز للنقل مايكل بيتر بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير، والذي أشار إلى أن المفاوضات بدأت بالفعل مع شركة سيمنز. أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن القائمين بتغطية الفعاليات الرياضية المختلفة بالهيئة ملتزمون بالضوابط والمعايير المهنية التي تحقق التوازن والحيادية وتجنب أشكال التعصب كافة.
جاء ذلك خلال مشاركته باحتفالية مؤسسة الأهرام في إطار مبادرة مصر أولا لا للتعصب، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأشار زين إلى دور الهيئة الوطنية للإعلام التربوي والتوعوي في سبيل إعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية وعدم بث روح الكراهية والفتن بين أفراد المجتمع وأبناء الوطن الواحد، وللعمل الدائم على إشاعة روح المحبة والإخاء. انتهى موجز الأنباء، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.